تحية من جديد لكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا، نتواصل معكم أكيد. والعنوسة دعوة لمغادرة محطة الانتظار، هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة في المجتمع السوداني وعدد من المجتمعات المحيطة، تختلف وتتعدد الأسباب، ولكن الظاهرة الواضحة هي العنوسة. سنتحدث عن هذا الموضوع المهم وعن أسبابه من خلال ضيفتنا الموجودة معنا داخل الأستوديو، دكتورة إسلام مدني، أستاذ جامعي ولايف كوتش. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مساء الخير، مساء الجمال عليكم. مرحبا بك يا دكتورة، منورانا. أهلا وسهلا، الله يكرمك. بدءا حدثيني عن مؤسسة الزواج بشكل عام والهدف منها. الموضوع صراحة موضوع مهم شديد، وزي ما ذكرت قبل شوية إنه هو خلاص يعني أصبح ظاهرة فعلا. فبيبقى مهم جدا إنه نتعامل معه على هذا الأساس، على أساس إنه نحيط بجوانبه كلها ودائما بضدها يعني تعرف الأشياء. تعرف الأشياء. فنتكلم عن الزواج في البداية. أيوة. كمؤسسة هي احتياج فطري وطبيعي، والإسلام يعني أصل لها تأصيل كامل في القرآن والسنة، بنكمل بها يعني شراكة نفسية وجسدية وروحية وممكن تكون اجتماعية، لا شك في أهميتها طبعا، لكن بيبقى مهم إنه نتعامل حتى مع المؤسسة دي بوعي إنه نحن ليه عايزين نتزوج. أي صحيح في الجوانب الذكرنا دي كلها هي جوانب أساسية وموجودة، لكن بيبقى مهم نركز مع إنه الاختيار للزواج نفسه أو إذا اتأخر النتيجة هتكون شنو وكيف حنتعامل معها. فالموضوع يعني لما نعرف الهدف ونعرف قيمته بيبقى بنتعامل معه بوعي، سواء كان موجود أو غير موجود. جميل. دكتورة إسلام، يعني اتفقنا إنها هي ظاهرة وأصبحت ظاهرة منتشرة انتشار كبير جدا وواسع، قد تختلف الأسباب اللي تحدثنا عنها، لكن دائما الفتاة لما تتقدم في العمر دائما بيطلقوا عليها مصطلح عانس يعني. فأعتقد أنه سقف الطموحات بتاعة الأنثى بقى زايد في الوقت الراهن، ما زي زمان. يعني زمان بتلقي الوحدة من عمرها 15 16 17 سنة بتكون اتزوجت، حس الآن الفتاة بقت تشتغل، تكون عندها وظيفة، عندها استقلالية، عندها تفاصيل كثيرة جدا قد تكون رفعت سقف الزواج بالنسبة لها أو بجمع من الأولويات. يعني أحيانا بعض الفتيات، أنا ما حجمعهم كلهم، هو يعني بصورة عامة مصطلح عانس ده في اللغة العربية طبعا بيطلق على الرجل والمرأة. طيب. فعنس الرجل أو عنست المرأة يعني تأخر أو تأخرت في الزواج، لكن المجتمع خصص يعني عرفيا كده المرأة، يعني الصفة دي للمرأة بس. فده في حد ذاته طبعا يعني محتاج لدراسة إنه ليه بس يعني التخصيص ده طبعا ما في حاجة بتجي من غير سبب، فليه تم التخصيص للمرأة بس لسن التأخر من الزواج إنها هي عانس. لكن ممكن يعني من خلال حديثنا نتناول الحاجة دي. بس حتى العنوسة نفسها إذا قلنا أو التأخر، أنا بفضل طبعا تأخر الزواج، يعني بفضل أطلق الحاجة دي الاسم ده أكثر من عنوسة أو من عانس أو للرجل ولا للمرأة، لأنه في النهاية مرحلة. يعني التأخر في الزواج نفسه المعيار حقه أو تصنيفه بيختلف باختلاف من مجتمع حضري لمجتمع ريفي، حتى المجتمع الحضري والريفي نفسه بحسب الثقافات حقت كل مجتمع، وبيختلف من جيل لجيل. فصعب نقدر نخصص إنه 200 يعني العانس دي، أو حتى من أسرة لأسرة برضو بنلقى في اختلاف بحسب الثقافة بتاعت الأسرة والموروث بتاعه. فالمسألة هي يعني ما فيها حد فاصل أو معيار كده ثابت نقدر نحدد به، لكن بصورة عامة زي ما ذكرنا قبل شوية إن هي خلاص أصبحت ظاهرة، بيبقى مهم نقيف على أسبابها. طيب يا ريت لو نتحدث عن الأسباب. أيوة. المتعلقة بالمجتمع والمتعلقة بالفرد نفسه أو الشخص نفسه. أيوة، هي الأسباب بصورة عامة، الإطار العام حقها أنا بميل لأنه بنقسم لقسمين، أسباب يعني
جبرية أو قسرية إذا قلنا، وأسباب اختيارية. الأسباب الاختيارية متعلقة طبعاً بالشخص نفسه، سواء كان رجل أو امرأة. لأن الليلة الحلقة هي عن الفتيات يعني، فخلونا نخصص كده، كل حديثنا حيكون عن الفتيات. اختيارية ممكن تكون عايزة تأخر المرحلة بتاعت الزواج أو الدخول في الزواج بسبب الدراسة مثلاً، أو احتمال تكون أسباب نفسية، هي شافت تجارب في أسرتها أو المحيط اللي حولها، تجارب ما كانت جميلة فدخلتها في حالة خوف من الدخول في التجربة دي. أو ممكن تكون منتظرة زولة زي ما بقولوا الشباب في جيل دم، منتظرة فارس الأحلام. إذا كان حقيقي موجود ممكن تكون منتظرة ويكمل يعني تجهيزاته، أو تكون خدت حاجة في خياله جايب حصان أبيض ولونه طويل وعريض، والأحلام أحيانا بتكون ما منطقية طبعا، بالذات في الفترة بتاعت بداية النضج أو يعني فترة المراهقة. طبعا برضه ممكن تستمر الفترة دي يعني، أو مؤشرات ممكن تستمر، خياله ممكن يستمر. أيوة. أو ممكن حتى أحيانا في بعض البنات بيشوفوا إنه الزواج هو مقيد ليه، يعني محد او يعني محجم لطموحاتها، لدراستها، لشغولها، مقيد لحريتها نفسها. ايوه مقيد لحريتها. او ممكن تكون حاسه بانه الدور الطبيعي لها كزوجه في البيت او كأم هو دور مقيد ما مناسب بالنسبه لها. ودي طبعا كلها هي حاجات مخالفه للفطره. يعني احنا حتى لو كان في تجارب الوحده شافتها سلبيه مثلا، لازم نكون يعني يكون في توازن في تقييمنا للامور، لانه في النهايه ده وضع طبيعي. ده بنقول السؤال مباشر، الا وهو تاثر النساء بشكل خاص على تجارب الغير. يعني تسمع الوالده مثلا كانت مع الوالد في مشكله، صحباتها كده بتتاثر جدا، فده بيخلق عقده لها. فانا كيف اعالج العقده دي لو اتخلقت جواي؟ هو بصوره عامه نحن يعني بيتكون تقييمنا للأشياء أو حكمنا عليها بناء على عوامل كثيرة جدا، من بطن من الطفل البيبي في بطن أمه بتتشكل التكوين حقنا النفسي، وبعد ذاك الأسرة نفسها، بعد ذاك المدرسة، الجامعة، المجتمع، الجيران، فبتتكون الحاجات دي بتكون لنا صور ذهنية جوانا. احنا في اللاواعي في عقلنا، طبعا اي انسان عنده عقل واعي وعقل لاواعي اللي هو العقل الباطن. العقل الباطن بيتحكم في اكثر من 90% من سلوكياتنا ومشاعرنا وافكارنا بناء على مخزون قديم احنا ما شاعرين به، قد نكون ما شاعرين به وقد نكون شاعرين به. فبتحصل مبرمجات، فبيبقى كيف نحن نكون واعيين لها ومدركين لها. حتى أسرنا والدينا كانوا بيحبونا وعايزين لنا أفضل صورة ممكنة، لكن في النهاية هم بشر معرضين للخطأ. حتى أنا كأم معرضة للصواب والخطأ، فبيبقى إذا أنا اكتشفت في نفسي أنه كان في خطأ في تربيتي أو في خطأ في صورة ذهنية تكونت لي عن الزواج مثلا، سواء كان من أسرتي أو من يعني علاقات تانية أنا شفتها، مهم أوعى للمسألة دي. وفي نهاية الوعي بيتيح لك مفاتيح ومسارات للحل. الفتاة عموما يعني سريعة التأثر بمن حولها، يعني مثلا صاحبتها لو جات قالت لها والله الزواج ده كلام فاضي وخليك مع قرايتك وخليك مع شغلك ومع سفرك وتفاصيلك دي، فهي ممكن تلقائيا تتأثر بالأشياء أو بمشاكل الآخرين عموما. يعني كيف نحن نقدر نغنى على الفتاة يعني من شخص لشخص؟ الحياة بتختلف، يعني كل الأشخاص ما واحد، وكل التجارب أيضا ما واحدة، من تجربة لتجربة، زي ما في تجربة سيئة في تجربة كويسة برضو يعني، وفي ناس سعيدين أيضا. يعني هو بصورة عامة الإعلام طبعا برضو غير الصديقات، الإعلام يعني حسي المسلسلات اللي بتجينا المستوردة اللي بتحكي لنا أصلا واقع، هو حتى الممثلين والممثلات نفسهم ما عايشينه. يعني خدتوا الزواج في إطار بتاع رومانسية أصلا ما موجود في الحياة الطبيعية. يعني كان في واحد من المسلسلات قبل كم سنة، مهند نور، مهند نور الممثلة نفسها طلقت أثناء لا إله إلا الله بحسب ما سمعنا طبعا نحن يعني ما بنقدر نأكد على الخبر، لكن بصورة عامة الرومانسية اللي بتتعكس لنا في المسلسلات المختلفة التصدير دي
ما مطلوب اصلا في الحياه الزوجيه ولا هي ممكن اصلا تعاش. فبيبدا نحن كيف نقدر نزرع اصلا الوعي في اهميه. يعني انا بشوف الحاجه دي في سن معينه كده المفروض تكون في المناهج، لانه الغرس في الاطفال ديل من هم صغار طبعا بنديهم القالب ده بحسب ما يتناسب مع اعمارهم، اهميه الاسره، اهميه بعد ذاك نتدرج في المسائل بتاعت اهميه الزواج نفسه كده بصوره تكون متوازنه لهم، وبتدرج يوصلهم لمرحله قيمه الزواج وقيمه الاختيار وقيمه الفلتره وقيمه حتى لو كان في تاخر في الزواج ما تبقى صدمه، لانه في النهايه طبعا قسمه ونصيب يعني، بس ما تكون هي اختياريه. دي اللي ذكرناها كان من الانواع. النوع الثاني اللي هو الاجباري، طبعا برضو الاسباب بتاعته مختلفه، ممكن تكون اسريه، اسره رافضه لي. يعني انا شفت حالات زي دي كثير، انه البنت عايزينها مثلا تخدم امها، الاخوان كلهم متزوجوا وهي الوحيده اللي قاعده، فبيرفضوا ليها. وممكن تكون اجباريه بسبب المجتمع، ممكن من رفض الزواج من قبيله لقبيله. أيوة. او من طبقه لطبقه. صح. ممكن يكون اجباريه بسبب ظرف صحي نفسي او جسدي او غيره، لانه خلاص الانسان بيكون مجبر اذا ما في علاج. فالاسباب هي متنوعه ومختلفه، لكن كلها بيكون في سببين اللي هو الاجباري او الاختياري. الاختياري. نعم. ممتاز. نعم. لكن برضه في نقطه، يعني فدايما في ناس عندهم هاجز العمر عموما، يعني فبقول لك انت وصلت لعمر معين فبالتالي سقف طموحاتك يتاخر، فممكن ترضي باي حاجه. يعني اي شخص يقدم لك انت ممكن توقفي، لانه انت خلاص بقيتي في دائره العنوسه. الى اي مدى هذه المقوله ممكن تكون محبطه وتخلي الشخصيه ذاتها في حاله بتاع التعاسه عندنا؟ فاصل. ده سؤال ممتاز جدا، لكن خلينا نجاوبه بعد الفاصل المشاهدين. فاصل هذا. هي مجددا مشاهدينا نتواصل معكم، والحديث عن العنوسة بشكل عام اللي أصبحت ظاهرة منتشرة في المجتمع السوداني والمجتمعات المحيطة، حديثا مع دكتورة إسلام برحبها مرة ثانية. ودكتورة كنت قد طرحت سؤال قبل الفاصل بأنه يعني دائما ما يطلقوا على الفتاة اللي تأخرت في العمر مصطلح عنوسة، وفي تفاصيل كثيرة جدا يعني مرتبطة بهذا الاسم أو في تفاصيل وأسباب، يا ريت لو نتحدث عنها. الظاهرة زي ما قلت هي انتشرت ومهم نقيف عليها، وعشان نقدر نحلل تحليل صحيح لازم نقيف على أسبابها. ذكرنا أنه الأنواع إجبارية أو اختيارية. الأنواع دي نفسها كل نوع بتندرج تحته أسباب، فبنلقى في أسباب يعني ذاتية أو شخصية متعلقة بالبيت نفسها. إما عايزة تواصل تعليمة، إما عايزة تكمل دراسات عليا، إما عايزة تشتغل مثلا، فبتشوف إنه مؤسسة الزواج هي معيقة لها. زي ما قلنا قبل شوية ممكن تكون من الكماليات أسباب أسرية. أيوة. زي ما قلنا قبل شوي انه ممكن الاسره تكون محتاجه للبيت لخدمه احد الوالدين، او ممكن تكون اسباب حتى قبليه من قبيله لقبيله، وممكن تكون اسباب اقتصاديه بفرض الواقع الاقتصادي مجتمعيه اللي هي بتفرض على مثلا الطقوس بتاعت الزواج بالضبط. تكون بشكل بالضبط. معين بالضبط. بحسب العادات والتقاليد المتبعة في الأسرة نفسها أو في المحيط بتاع الأسرة، فده واحد من المعيقات الكبيرة جدا اللي بيشيل الشباب هم كبير، وبالتالي بيعزفوا على الزواج وبيحصل تأخر للطرفين للشاب وللشابة. من الأسباب كمان بنلقى يعني بصورة عامة غير الجانب الاقتصادي، غير غلاء المهور اللي بيفرضه المجتمع، بنلقى في اسباب اقتصاديه ثانيه متعلقه بالسكن، حيكون وين العفش مثلا بتاع البيت، حتى تفاصيل المعيشه نفسها حيكون شكلها شنو. يعني هسه كثير من الشباب يقول لك يا اخي انا حاسه روحي الله يقدرني عليها،
لما نجي اجيب لي زوجه واجيب لي بعد ذاك اطفال ومسؤوليه ومدارس وتعليم وقد يحتاجوا لعلاج وغيره. فعموما هو الوضع شائك يعني، عشان نحن ما نتكلم يعني بصوره مثاليه بعيده عن الواقع. بالضبط. مؤسسه الزواج حاسه في وقتنا الراهن هي اصعب المنال، ازدادت يعني تعقيدا تعقيد. لكن ما في حاجه طبعا مستحيله اذا الناس ارتفعت درجه الوعي ورفعنا قيمه المؤسسه نفسها، بالتالي الناس تفلتر التحديات والصعوبات وتحاول تلقى لها حلول. ده بنقول للسؤال مباشر انه انا كيف اتعامل مع نفسيا مع فكره انه انا يعني كمراه اتجاوزت العمر المعين واصبحت عانس حاليا بنتكلم على الانثى، فكيف يعني اتعامل نفسيا بشكل نفسي سليم؟ طيب ده سؤال جميل طبعا، لانه في النهايه القدر والقسمه والنصيب هي بتحكم المساله دي. اذا ما كانت في اسباب مثلا بتمنع الوحده من الزواج وما حصل نصيب، بيبقى مهم انه نتقبل الواقع ده، لانه في النهايه ده قدر. يعني الشيخ الشعراوي عنده مقوله جميله جدا بيقول ما انت فيه فهو الخير، والرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث امر المؤمن كله خير، كله خير، رب الخير لا ياتي الا بالخير. نعم، فسبحان الله يعني ده كله بيرجع لوعي الفتاه نفسها بالمساله دي، لانه المجتمع طبعا لا يرحم. الصوره الذهنيه بتتكون عند البيت اصلا قبل ما تصل لمرحله تاخر الزواج او العنوسه، هي بتكون بتسمع انه المرحله دي يعني بنلقى كثير من الناس او حتى البرامج او الكتب او المقالات بتكلم عن شبح العنوسه. شبح، فالموضوع نفسه تناوله يعني فيه سلبيه شديد. اي الزواج مهم، الزواج مؤسسه، الزواج سنه ومساله يعني مهمه شديد، لكن لا يعني عدم وجوده انه الانسان يعيش في قوقعه ويكون حاسب انه هو عايش في مرحله شبح يعني. هنا عايزين نتكلم كده عن انواع العلاقات نفسها. طيب العلاقات ممكن نقسمها لثلاث انواع. علاقه الانسان مع نفسه اولا، علاقه الانسان مع ربنا سبحانه وتعالى، علاقه الانسان مع الاخرين. فعشان نحن نقدر نضمن علاقه ممتازه وجيده مع ربنا سبحانه وتعالى، لازم اكون مع نفسي علاقتي جيده متصالح معاها. يا سلام. يكون حاسي يعني بسلام داخلي بتوازن. ده ما معناته انه ما اكون عندي حاجات غلط، لانه اصلا ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا هو يعلم بانه نحن حنغلط وادانا مساحه للاستغفار وللرجوع والتوبه، لكن كل الحاجات دي تكون في حد الوسط. فبيبقى لما انا اكون متصالح مع نفسي متوازن معاه صادق، وطبعا اصعب شيء انه اكون صادق مع نفسي. صح. ممكن اكون صادق جدا مع الاخرين، لكن اول ما اجي اقيف مع نفسي بلقى صعوبه. ليه؟ لانه حتى لو حس عندك او عندك لوحه عايزه تشوفيها بترجع لورا شويه، فقربي من نفسي هو ما بخليني انا اشوفها بشفافيه. فبيبقى المساله هنا محتاجه برضه نرفع درجه الوعي حقتنا. فلترنا روحنا كويس وظبطنا وبقى علاقتنا بقى كويسه، حنقدر نظبط علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. بعد ذلك ان شاء الله حنقدر نظبط علاقتنا بالاخرين، الاخرين اللي هم فيهم الزوج نفسه او الزوجه، يعني داخل الاخرين اللي فيها مؤسسه الزواج. اهم شيء في العلاقات مع الاخرين، عندنا شكلين للعلاقات مع الاخرين. في علاقات مع الاخرين شكلها شكل التي، بمجرد ما الاخر ده تحصل له وفاه، طلاق، اي حتى لو انفصال او اللي هو الطلاق الصامت، يعني حياتكم ما ظابطه، بيحصل هنا طوال انهيار للطرف هنا. اذا افترضنا دي نادي الزوجه وهنا الزوج، هي معتمده عليه اعتماد كامل وهو محور حياتها، ما عنده حاجه غيره. فدي هنا طوال بيحصل لها خلل او انهيار. فالعلاقه المتوازنه هي علاقه الاتش، هنا الزوج وهنا الزوجه، والرابط بينهم رابط تكاملي. تكاملي في الاحتياج الروحي، الاحتياج الجسدي، الاحتياج النفسي، الاحتياج الاجتماعي، يعني تكون في علاقة بتربط بينهم الاثنين، وفي كل زوج عنده حاجاته براه. لما نتلاقوا
الناس هذا بتكون مشتاقة لبعض يعني ما طوال كده تكون الزوجة مثلا إذا تكلمنا عن الزوجة مطالبة الزوج بأنه يكون هو 24 ساعة في محور حياتها أو العكس، فغلط الحاجة دي ودائما بتسبب مشاكل. فهنا البيت أو الفتاة الما يعني حصل لها جسم ونصيب في الزواج لما انتظر للزواج بأنه هو علاقة تي بيحصل لها صدمة لما ما تلقى العلاقة دي. هي كإنسان ربنا سبحانه وتعالى كرمه وأداه عقل، أداه مساحة لأنه يكون عنده وعي، أداه مساحة لأنه يكون يسعى لتطوير ذاته لتقديم خدمة لمجتمعه لأسرته ويكون عنده بصمته في الحياة، اللي هو دورنا الحقيقي في الحياة أنه نحقق الاستخلاف في الأرض. الاستخلاف في الأرض ممكن يكون في العبادات زي الصلاة والزكاة والصيام وغيره، أو حتى المهنة اللي نحن بنشتغلها أو بنأديها هي يعني المهم نصطحب في كل حاجة النية، فبيبقى خلاص دي عبادة وده تحقيق لدورنا الأساسي اللي هو الغاية الكبرى الاستخلاف في الأرض. فالفتاة اللي ما حصل لها جسم ونصيب في الزواج لما تصطحب معاه كل القيم دي هي بتلقى نفسها إنها هي في خير، وإنها هي قد ربنا سبحانه وتعالى يكون أراد لها خير، لأنه حس طالما في زواج فاشل، طالما في زوجات الآن بيتمنوا الطلاق أو حتى يلجؤوا للمحاكم عشان يتطلقوا أو حتى ما قادرين يعبروا عن ضيقهم، ليه؟ لأنه خايفة إذا طلبت الطلاق أسرتها ترجعها أو الزوج يعني يقلع منها الأطفال أو نظرة المجتمع أو نظرة المجتمع عليها إنها حتكون مطلقة. فبيبقى طالما في جوانب سلبية موجودة خلاص هي تشوف نفسها إنها في خير. دائما يعني نحن في الحاجات زي دي الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا إنه نشوف الأقل مننا عشان ما يحصل لنا إحباط وعشان نشعر بالنعمة اللي إحنا فيها، لأنه الكون فيه قوانين ثابتة للجميع. ربنا سبحانه وتعالى عادل، يعني 24 قراط ربنا مقسمة للناس مقسمة ليهم بصورة بس مختلفة. أنا الكمال اللي شايفاه وإنت عندي أنا شايفة إنه فيه نقص، والكمال اللي أنا شايفاه وعندك إنت شايفة إنه فيه نقص، وكده الحلقة هي مستمرة. بس إحنا كيف نتقبل الواقع حقنا دكتور إسلام؟ يعني في فتيات متقبلين للواقع وقد يكون ده اختيار، يعني هم عايزين كده ما عايزين يتزوجوا وعندهم حاجات حابين يكملوها أو يعملوها، لكن الإلحاح بتاع الناس يعني ما في حاجة أهميتين وإنتي لسه قاعدة والقدر يعرس والتفاصيل دي كلها ممكن تزيد يعني حاجات سلبية برضو في نفسية البيت. يعني إلى أي مدى ممكن تأثر وكيف نقدر نعالجها؟ طبعا ده بيبقى نحنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ويضحك فيني يعني شكله في قصة كده ورا الضحكة دي. طيب بالنسبة لي الفتاة اللي هي متقبلة للواقع ده واقع العنوسة إذا كان باختيارها، وأنا طبعا ضد يعني لا وافق على أنه تكون الفتاة هي مختارة للواقع ده، لكن نفترض أنه خلاص هي الآن عانس وهي متقبلة للواقع ده وفي تنمر من المجتمع. أيوة بالضبط كده، التنمر من المجتمع، لأنه المجتمع نفسه اللي بيتنمر ده هو قاصر عن الوعي لمفهوم مؤسس الزواج، وقاصر على الوعي بمفهوم القضاء والقدر انه ده قسمه ونصيب. وبالتالي طالما انه انا ما عندي مساحه او الفتاه دي ما عندها مساحه انها تغير الاخرين، بيبقى هي تسيطر على نفسها، يبقى هي تحتوي نفسها تحتضن نفسها وتصطحب معاها كل الحاجات اللي حاسه احنا قبل شويه قلنا انه ده خلاص يعني قدر، وهي عندها مساحه انها تكون موجوده تشتغل على نفسها كإنسان لتطوير نفسها بصورة طبيعية من غير الإحساس بتاع الندية أو يعني التطرف في إثبات إن هي في وضع طبيعي. دائما التوسط بيخلي الزول يفكر صح ويمشي صح. دكتور إسلام مدني أستاذ جامعي ولايف كوتش، شكرا جزيلا لك، نورتينا. ممتنة لكم، احنا كمان ممتنين لحضورك معنا ولكل المعلومات اللي تفضلت بها. أتمنى يعني حياة زوجية سعيدة لكل فتيات السودان الحبيب ولكل العانسين والعانسات ان شاء الله اللهم امين. شكرا جزيلا. شكرا نورتينا. شكرا. رايك شنو نسمع نانسي عجاج؟ طيب يا ريت نسمع مشاهدينا ولكم عوده باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا.
الشمس شرقة اتنفس وردة. ضحكت شمس شرقة اتنفست وردة.